اسعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام، حياكم الله وبياكم الله، اهلا وسهلا بكم بحلقه جديده من برنامج واحد من الناس. واحد من الناس البرنامج الميداني اللي يتجول في مناطق بغداد وشوارعها واسواقها. يمكن الناس لانهم مشغوله اليوم بالانتخابات ووضع الانتخابات، والمنوقف يسالون عن الانتخابات، شنو رايكم بالانتخابات ووضعيتها؟ بصراحه اللي الان اللحظه اكو توجه من قبل المواطنين الاحبه لصناديق الاقتراع، وهذه الحاله حاله يعني نقدر نقول عليها حاله صحيه، لانه انت من تضمن انه انت تتوجه لصندوق الاقتراع وتختار اللي تريده بشيء مبدئي بشيء علني، وبالتالي انه الالتفات لهذا الجانب اصبحت مهمه وضروره ملحه، لانه لازم هواي ناس تسولف التغيير، هواي ناس تسولف باصلاح اصلاح العمليه السياسيه اللي موجوده، اللي من 2003 لغايه اليوم ما شفنا شيء للمواطنين، ولا شفنا شيء وقفوا بجانب المواطن الا القليل. طبعا ومن حق المواطن يصير عنده عزوف عن الانتخابات، ويصير عنده رده فعل سلبيه عن الانتخابات، وبالتالي هذه هي يعني نقدر نقول هذا واقع موجود يعني، وبالتالي انه لازم يتم الاخذ بنظر الاعتبار انه مسؤوليه الانتخاب ومسؤوليه الاختيار. هذا جانب. الجانب الثاني يمكن نلوم بعض السياسيين، نلوم بعض المرشحين لقضيه ما. اذا نقدر نسولف عن قضيه الواقع الحالي اليوم من الجانب الخدمي فمعطل وبمشاكل هواية، وبالتالي هذه اصبحت اليوم ايضا حالة موجودة فعلية، فبالتالي انعكاساتها تكون اكبر واكثر على المواطن. ومن جانب اخر نقول نقدر اكو بصيص امل انه للتغيير مثلا، او اكو امل نغير الواقع اللي احنا فيه. والبعض الاخر يقول لا والله لا نغير ولا راح نغير ولا راح يصير شيء، هم نفسهم راح يجون، وهذا الحكي هو موجود واقعيا، واللي نسمعه يوميا من خلال تواجدنا، من خلال سوالفنا مع مواطنينا، وهذا واقع حال ما نقدر نشوف انه سبيل اخر عنه. وبالتالي هذا احترام كل الاراء نحترمها ونناقشها، وما عندنا مشكله ويا اي نقاش واي اتجاه. احنا الغايه احنا تواجدنا ميداني وتواجدنا مستمر، وهذا اللي يريده. عموما نرجع لواقع السوق ووضع السوق، اغلب الاسواق اليوم بها ركود، لانه جانب بها ركود وجانب لا ما بها ركود. جانب البي ركود شنو؟ الجانب البي ركود لانه بدايه تحويل الصيف على من الصيف للشتوي، هذا جانب شوية يمكن يحرك السوق، وقضية الدراسة وموعد الدراسة راح يكون ترجع المقاعد الدراسية أيضا راح يحرك السوق بالبضاعة اللي موجودة الآن اللي نزلت، هي نزلت الملابس المدارس. وجانب آخر من الهدوء اللي نقدر نسميه الهدوء الإعمار، الهدوء البنايات المنشآت، يعني التفاصيل الإنشائية اللي ما موجودة وصار بيها برود جدا قوي. من سوق الأولى، طبعا من سوق الأولى احنا هواي زايرينه وهواي متجولين بهذا السوق، لأنه سوق مهم وحيوي في مدينة الصدر، ومدينة الصدر أيضا معروفة بأسواقها ومعروفة أيضا بوضعها العام وعدد النفوس اللي موجود، وبالتالي طبيعي جدا تشوف الحركة اللي موجودة ميدانيا بهذا السوق. السلام عليكم حبيبي. هذه هي الصورة من داخل سوق الأولى في مدينة الصدر اللي يعتبر واحد من أهم الأسواق. حبيبي شلون قلبي؟ ويعتبر واحد من أهم الأسواق اللي موجودة، وهي أغلبها بصراحة أغلبها هي أسواق مهمة، لأنه بصراحة من تلاحظ الواقع الحالي اللي موجود يعني بشكل او باخر تشوفه انه يحتاج لكثير من العمل، يحتاج لعدد من
الناس اللي تشتغل وتقدم شيء لهذا الواقع اللي موجود، وتصليح انعكاساته اللي كانت مؤثرة جدا على الواقع الاقتصادي وحتى على الواقع الاجتماعي. السلام عليكم، شلونكم حبيبي؟ شو اخبارك؟ قواك الله اخوي. الله يقوي حيلك. اهلا وسهلا بك. ان شاء الله زين. الله يحفظك. اسم بالخير. سيم. والله وش اخبارك؟ والله الحمد لله. حاجة الف؟ لا مشكل مواد منزلية. بليف خمسة باربعة مش حاجة الف هي ظلت تمشي هسه. مو هسه صعد سوق، صعد سوق ما صرف. فما نجيبها والله شيء قمنا نقللها. شيء بسيط يعني ما تسوى. ما تسوى، هو السوق ما يسواه هسه لانه ما يسواه. وام الالف قام ما صرف. بسبب دولار. اي دولار كله صعد يعني حتى السعر صار علينا قليل. الواحد يشتري منك الحاجه الف كان متعود عليها يجي ثاني يوم يقابل ب 2000 ونص يروح. هسه هو لحد انا بعد ما صعد قصاله وصعد دولار ايش لحد انا قلت لك لا صعبه تقنع المواطن مشكله هي. زين هسه الدولار ما بس مو اثر عليكم بس انتم يعني اهل المصالح، حتى هو المواطن اللي يريد يشتريها متاذي. متاذي ما جاي صار يشتري مثلا الغذاء يقول لك المهم اشتري خلينا نشتري غذاء احسن. هذا يقول بس بسيط هذا يعني مو شيء يعني استثناء شيء استثناء. ايش صار لكم هنا ابو هو؟ قبل الصعود تقريبا. السوق مستمر زين يعني كحركه ناس بي مستمر بهذا الوضع العام؟ هسه حاليا يعني مو مثل قبل. هذا الوضع لانه انتخابات هسه شويه فتح. لا مو شغله انتخابات بس هو الصعود الدولار هذا اثر علينا كلش يعني تعب السوق الى درجه. يعني اكو عالم هسه عادت المحلات راح ما يسدد الايجار. يعزلون عفوا. الله يكون بالعون حبيبي. ايجاراتكم غاليه الظاهر. غاليه نعم. سوق رئيسي. سوق رئيسي تعبان. نعم. الله يبارك فيك في دول قلبه يا طيب. يا طيب تحياتي سلام لك يا حبيبي الله يديمك. ابو علاوي انطانا فكره عن السوق بشكل او باخر عن قضيه انه يعني الواقع اللي موجود الان بالاسعار اللي موجوده، وبالتالي يعني هم رجعنا لسالفه الدولار لانه الدولار واحد من المشاكل. الدولار اللي سبب مشكله جدا كبيره للمواطن، وسبب مشكله جدا كبيره لصاحب الدخل المحدود. زين ما معقوله يعني تستمر هذه الحاله، حتى يعني الحاله اللي وصلنا لها اليوم حركه سوق ميته. يقول يعني ما صح اكو تواجد واكو حركه سوق واكو ناس متواجدين بالسوق، لكن مبدئيا كشغل يقول لك ماكو شغل، وهذا كارثه لان تشوف حجم الناس اللي موجود ميدانيا امام عينك بس يقول لك ماكو شغل، وهذه هي واحده من المشاكل اللي موجوده. السلام عليكم، شلونك حبيبي؟ شو اخبارك؟ قواك الله. شلون عافيتك؟ الله على والديك. ان شاء الله زين. الله يسلمك. شاي بيدك؟ شاي بتجاره؟ لا ما بتجاره، الحمد لله. الحمد لله. شلون عافيتك؟ الله يسلمك. الله يديمك. شلون السوق اليوم؟ والله كله زين. زين. ايش كيلو اليوم سمك؟ والله هذا 3.2، 3.200، 3.300 من العلوه. ها. تبيع بيع؟ لا احنا نبيع مفرد. اربعة كيلو؟ يعني الكيلو باربعة عادي. ما عنده شوية ها تنزلون لل 500 ألف؟ ماشي هذا ماشي. جماعتنا ما بيها مجال إذا ما يعامل لازم يطيح ال 500 ألف. إيه العملة ماشية هذه كل شيء. العملة ماشية. زين يم الملابس يعني المفروض مو يم المخضر و أو هذا رزقك يعني رزق وين ما تروح وين ما كان هي الرزق موجود. قد صار لك والله بالسوق؟ والله نقول 20-30 سنة. ما شاء الله. ايه يعني مو بس هنا انا. ايه قضيت مكانات هواية، صدري، بتاوين، مولات جديدة. زين. ايه. وش جولة عندك؟ يعني الاماكن شعبية وبين حركة. كل الزينة. زين. سكنت انت سكنت المدينة. المدينة. تختار المدينة اقرب الك للبيئة. اي لا احنا من صارت الطافية ولحد الان رجعنا للمدينة بعد ما الحمد لله. الحمد لله. هسه ما تقول لي عد عارك يا عيط. الله مالك. اسعدنا العيط ما تقول لي. صباح ابو صباح. اين ابو علي؟ ابو علي حياك الله ابو علي. بما انه انت قديم بالسوق يعني صار لك 15 سنه 20 سنه،
وتعرف الوضع اللي موجود اللي صار بالأسواق والتغيرات اللي صارت والدولار اللي أخذ له صفحة. نقدر نقارن اليوم بسوق اليوم على سوق قبل 5 سنوات؟ هواي فرق. صعب. لا 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 هواي فرق. يعني الدولار يعني دمرنا بصراحة، يعني خلى العالم ما تشتغل نهائيا. وين شان فرق بها؟ شان اسمه؟ فلسونة. شيء عليك. يعني كل المواد تأثرت بهذا الشيء. الله يكون بالعون. أنا شاكر فضلك وعلا. الله يسلمك. طيب تحياتي سلام لك حبيبي الله يديمك. هذه الصور وهذه اللقطات اللي تلاحظوها بشكل أو بآخر من داخل سوق الأولى بمدينة الصدر، وبالتالي هذه الحركة اللي موجودة الآن ميدانيا يعني هي هذه ترجمة للواقع، هذه ترجمة للواقع اللي موجود وترجمة لما يتم يعني عرضه بالنسبة للمواطن داخل السوق، ويشوف انه الاشياء اللي يشوفها مناسبة والاشياء اللي يشوفها غالية، وهو هذا السوق، هو هذا حركة السوق اللي الان نلاحظها. يمكن ملابس، خلينا نشوف والله الاخ ابو الملابس الدراسية لانه نزلت للسوق، وخلنا نشوف الأسعار. والله ذا أسعارها الأولية القديمة اللي كان بخمسة وبسبعة، يعني طبيعية الأسعار ولا أغلى. السلام عليكم، شلونك حبيب؟ تسامة دائما حبيبي. الله يحفظك، رحم الله ديك. أخبارك حبيب؟ الله يسلمك. شلونكم زينين؟ حفظك الله رحمه الله. إن شاء الله. إن شاء الله نعمة الحمد لله. نزلت البضاعة مال المدرسة؟ أي والله نزلت إن شاء الله، وأخيرا نزلت. والله هو مال عام والله ناكل يعني لأن الاستيراد يعني مساعدينه هالسنة، يعني القمرق ما يسمونه يعني مضاعف صار. وي والله فالبضاعة كلها مال عام، بس هم صاعدة يعني على الدولار والسعر هسه صاعد. اي صاعد تقريبا. ايش قد صاعد؟ خلينا نسولف بالاسعار. مثلا اسعارك انت بيش بيش تبيع الحقائب، بيش تبيع القمصان؟ قمصان احنا الوضعية تعرف مال المدينة شوية تعبانة، العالم تعبانة. اي والله فنبيع احنا تنزيلات يعني قمصان بديات بثلاثة ونص. اي والله الجنط الناس هنا على 6، هي يعني اكو محلات تبيع 12 و10. فانا والله تقديرا للمواطن يعني الله يحفظك رحم الله. لازم والله لازم، الناس هاي تعبت. أي والله تعبت واقع. دولار صعد هم حالنا هذا يعني صارت العيشة صعبة يا اخوي والله العظيم. ولازم احنا كل واحد من مكانه يقدم. طبعا. جزاك الله. الله يحفظك حبيبي. اكو سحب له بعد الناس ردت فعلها ما معروفه بعدها. ناس تقول يعني اكو دوام، ناس تقول ماكو دوام، ناس عندها مال عام يعني ضامتها ما مداومه، فبعدها السحب ما سحب قليل لو ما لا يعني اكو سحب بس قليل. موفق ان شاء الله حبيبي الغالي الله يحفظك. اختصاصك بس هذا الشغل؟ اي بس ملابس. موفق حبيبي. حبيبي الغالي. طيب حياك الله حبيبي. ما سألنا على مال البنوتات هذا الملابس مال الملابس. الصداري ذات رجل. الصداري. هاي الصداري قمصان اكو يعني. ايش قد اسعارهن؟ هم غالية لو؟ والله الصداري غالية. اي والله. ليش تطلع؟ بس احنا يعني اسعارنا مناسبة. يعني اكو محلات بيعها ب 20 25، احنا الدان بيعها 15 مال الابتدائية على 12. حبيبي الغالي اهلا وسهلا. تحياتي حبيبي. تحياتي الله يبارك فيك. احنا الغايه من تواجد يعني من تواجد بداخل المناطق الشعبيه نعطيكم هاتسه من انا سولفت وياه على اسعار. انا متاكد في اماكن اخرى يمكن هذه الملابس تباع بشكل بسعر اعلى، وهذا السعر اللي موجود الان اللي تحدث فيه الاخ قبل قليل ايضا هو هذا دعوه بصراحه، دعوه للناس اللي ما تقدر تشتري تتوجه لهذه الاماكن الشعبيه وتقدر تشتري براحتهم. هذه اللقطات وهذه الصور من داخل السوق الاولى في مدينه الصدر، وهذه هي الحركه التجاريه، الحركه الميدانيه لمواطنينا الاحبه اللي بصراحه دائما ما نتواجد وياهم ونسولف وياهم بكل التفاصيل. السلام عليكم. السلام عليكم.
بعد اعوفك ماكو شيء، شلون القلب؟ شو اخبارك؟ مايل مايل سلام. شلون صحتك؟ الله يسلمك. لا منزه؟ ده غير العاب. اشكرك. راح فيهم مو راح فيهم. شلون اخوي؟ الله يخليك. شو اخبارك؟ بس برقيت شغلكم لو مس بس رقي مال عماره. بعد جاي ينزل؟ اي بعد اي. والمستورد موجود ولا لا؟ موجود ايراني بس غالي. يعني مالتنا ارخص. ايه. هذه يمكن اول مره اسمع بها المستورد ارخص من اغلى. معروف حدود ويسدون الساعه ساعه يفتحونها فيغلى. جيد. ايه. تجيبون من العماره لو انت؟ من العماره تجيبه. اي من العماره. انت اللي تجيبه لو؟ يروح بالليل ويجي ثاني يوم بالليل. شلون شغلكم؟ والله تعبان. يا جالب تعبان. ناحية ذولي يفتحون على الشارع. اي فالسوق شوي تعب. هاي الناحية. بس انت تدري يعني كل واحد ياخذ رزقه. ايه متفقين صح. ايه صارت هواي كيات تفتح. قلت كيات هواي يعني بكره ما تجي السوق انها تتعب وهاي عاد من هناك تسوق ترجع للبيت. باب البيت انه يفتحون كيات وما يشتغل بعد. اثرت على السوق؟ اي شلون؟ لان صارت هنا كانت حركة قوية. ايه. المطر قوية. هسه بكره ما تجي السوق تسوق من هناك وترجع للبيت. بس ما يجي مثل السواق بالسوق لا نفس الشيء. اها. يعني نفس الجودة؟ اي نفس الجودة. نفس الجودة؟ ايه. يعني مضبوطة؟ مضبوطة ايه. اذا انت صاحب كي. تحياتي لك حبيبي حياك الله. مشكور يا طيب. خلينا نشوف الاخوة الحجاج اللي قاعدين. السلام عليكم. الله يساعدهم. شلونكم عمي؟ شو اخباركم؟ قطعت سالفتكم انا ها؟ شلونكم زينين؟ والله تناقش علي الوضع هذا. الوضع تناقش علي؟ اي والله. دخلنا نصير هنا بنص كمان. شلونك عمي؟ يا قناتك. اخبارك زاقروس؟ والله خلينا نقعد يم الحج شوية نسولف وياك. دايم الله يديمك. شلونك عمي؟ الله بالخير. الله بالخير والعافية حبيبي عمي. شلونك؟ عمي نتأمل إن شاء الله بهاي الحكومة بلكي بيهم رحمة وبيهم رجع. إذا نرجع على القدماء يجيك وقعد وياك ومنا وقال لك صعب. حط الورقة بجيبه نجاح عبر للخضراء عبر للمنصور. هسه انتم ما تريدون يعبر منطقة؟ لا احنا مو ما نريده. احنا ما نريده يعبر المنطقة. لا خله يعبر بس الله يوفقه ما يخالف. بس لا ينسى كان يدقدق بوب ويمشي ويجي يراعونا. شوفون هاي الشباب اللي حاصر عليهم العيشة مو تمام لو لا ينظرون نظرة للمجتمع هذا. العالم كانت عايشة على الحصة التموينية. حصة التموينية مو قصة دام عايشة عليها العرب. نستلمها من الوكيل يبيع لك كيلو تمن كيلو شكل يجي يسوق بيها. هسه كل شيء معكو كل ثلاثة شهر يعطونك طحين وهاي راحت الحصة وراح الخير. وانا اللي سامع حتى الطحينة ما تنخبز. اي هذا سيال. تنخبط لازم ثلاث مرات يلا. لا سيال ولا سيال. لا عليها رقابة. رقابة ماكو بالدولة. وان شاء الله تكلها. عمي هسه انت. نتأمل خير ان شاء الله. نحن نتأمل. هسه احنا شباب ونتأمل. انتم يعني هم لكم صوت المفروض. انتم الناس المرشحين هسه اول ما يجون دقون بوبكم. وجهاء المنطقة والكبارية بالمنطقة تسمعني؟ لا تسمعني. أنا شيخ عام مع البليلة ابن غضبان لبنية والنعم مضيف وصاير مهرجان. روح لو تروح وياي أراويك أقول لك شوف. مسؤولية هاي عمي. أي أقول لك شوف كرتات وصور وما أدري شنو. قلت لهم لا عمي ضميري ما بيعه. جزاك الله. هذا إني أوراقك أنا ما أعطيهن. لا اعرفك ولا تعرفني بس انا احطه وراء الله. اللي ياخذ كرتك انت والله انت والله صحيح. المواطن انا ما اجبره. انتخب فلان وجيب فلان ما اتحمل ذمه ولا انا قاطعك اسف عمي. هسه الناس اليوم عدت توجه الانتخابات وتنتخب. نعم لو بيها ردت فعل شوي الناس المجهو قلبه يتردد وهي التردد مو من صالحنا. لازم نضع بيضة جديدة. نوضع فيش البيضة صراحة. اللي يريد ينتخب وأنا أقول له أمانة برقبته اللي ينتخب. القديم لا ينتخب.
المجرب هذا المجرب لا يجرب المرجع ما اريده هذا المجرب لا يجرب المجرب ضوجونا بالتلفزيون شوفونا وراحوا قبل ذيك الايام مضت وشوفونا بجديد ايش نشوفك بيوت ودولارات وبعد شو لك بيها خلي يجونا الشباب شباب يعرفون مصيرنا يعرفون مصيرنا هذا سوقنا مهرجان يوم نازل يوم صاعد يوم البضاعة يوم صاعدة يوم نازلة الدولة الدوائر سالمة وغانمة وكاملة ليش ما يحطوا رقابة مثل ما كانت قبل أي وحدة اثنين شغلة مهمة كانت بالعراق بالليل تطلع اللوحة مال تسعيرة بالتلفزيون يطلعون التسعيرة الطماطم هالقد خيار هالقد تجي الصبح حتى اللي نشتري منه ما يحط قطعة يخاف لأنه أكو رقابة هسه بالكيف ديمقراطية هاي تعجبني بيها بدولار بيها بعشرة هو من يقول لك انت من تتعامل واحد وقال لك عمي قال لك حجي لا تدوخنا ما يعجبك الله وياك ليش لأن مترهي لا عليه عقوبة لا عليه حساب لا عليك حاسب ومعاقب ما يقول لك الدولة ايش قد لزمه حرامية وينهم طلعوهم في التلفزيون شفنا انا واحد عقبوهم هم نفسهم بيناتهم الحزب من يقعد تحاسبوا على بيناتهم فنتعمل ان شاء الله خير الوضع يتعدل نتعمل خير ان شاء الله والله كريم الله كريم جزاك في البلد ما يصير بعد الا تلغي الديمقراطيه شو يلغيها عادي يعني امريكا امريكا ما صدقت اجت حطت قدم احنا لا حول ولا قوة نشكر اذاعتكم صحة والعافية تاخذون اراء المواطنين قلبك عمي انا تعبتك حبيبي والحجي هواية هواية سولف لنا بعد هاي جزاك الله خير ردات الفعل اللي تلاحظوها بهذا المنطقة هذه هي الصور اللي امامكم طبعا تحدثنا عن قضية مهمة ذكروها الأخوة قبل قليل اللي هي يعني ماكو يعني بطاقة تموينية ماكو غابت وما لها صيت وما لها ذكر هذه كانت ردة فعل المواطن يعني تحديدا بهذه القضية لأنه هذه القضية بها ارتباط مع المواطن بشكل كبير جدا يمكن بعض الناس يقولون ترى البطاقة التموينية وشنو هي يعني شنو اللي بيها المواد اللي كانت حتى هسه الناس تحتاجها ومحتاجتها لا كانت بيها ويعني بصراحة كانت فايدة العالم الناس عايشة عليها حجيتنا شلونك يوم شو أخبارك السلام عليكم قواكم الله اهلا وسهلا حبيبي عمي شلونك شو اخبارك القنوات الطيبين عافيتك خل الكرسي والله انا قاعد يمك عمي تذكرني انا اتذكرك انت تذكرني لو ما تذكرني انا هذه تذكرنا شلون كيفكم عمي احوالكم اخبارك هاي الله شنو هسه تتريق والله انا اكلي شويه صمونه وشويه لبن حتى ما اريد دهونات صحي هذا عشتي اي طبعا تخاف على صحتك انت وراك شغل لا ورانا قبر ورانا نومه طويله هاي بس الله يعلمها فكر عمي تفكر بالتاليه لازم نفكر النايمين بالمعاييه تقول يقول ترش قد بالاربع مليارات بشر احنا ما نلحقهم شو تقول عمي نلحقهم بس وهي هاي طبيعه الانسان يعني لازم يوصل الى مرحله معينه وينتهي اقول لك هسه انت بتفضل تعال حجيه تعال اسمع شنو اقول لك حجيه عم ليش عم الزلمه بعد وصل حلها لا وداتك ما اخذ الا صبيه انا شنو بالعجايب انت وين تجيب لي 14 هذا الزلمه ها احكي لك غير حكاي بعد مو هسه ها بعد شعتها وياك الحجيه حجيه لا مو جيراني ها جيرانه والنعم منكم والله شلون شغلك عمي انت والله عايشين والحمد لله الحمد لله بس هالبسطي انا ما عندي بكان بس هذا الولد طيب قال تقعد يمي وهنا ابيع يمي ما لك شغل جزاه الله خير انا راتبي ايش قد تقاعدي 300 الف ايش قد خدمتك والله خدمه مالتي تقريبا 25
واذا انتخب هذا الانسان هذا طيب. هذا انت تعرفه؟ اعرفه طيب. انتخب. طيب. هسه احنا ما نريد نسوي صوره له ونطلعها. لا ما نطلع. آه. أيه. هذا ذاته مقتنع به. اعرفه. مقتنع. وادمي. وشين همه. وهسه احنا بنجي سوالف نعوفن احنا العده موكب وليلطم نعوفه احنا نريد يقدم. تسمعني عمي. شو تقول؟ احنا موقف هم خير. احنا نريد يقدم للناس. ويقدم ان شاء الله. أيه. هاي وحده. هسه واقفه الحجية على لسانك اليوم زين شغلك هسه طبيعه شغلك عايش الحمد لله الحمد لله هو تفاعل بالخير تجدوه طبيعي لا تقول ماكو هو هذا موجود نعم وعايش الحمد لله هذا السوق طيبين الناس اللي بيه خوش ناس عندهم رقه على بعضهم اي الحمد لله طبعا اولاد حموله دول وهاي المره عندها تبيع ادويه وهاي مثلا نحتاج نروح عليها ما تاخذ فلوس تعطينا بلاش جزاها الله اي هاي بعد لازم تعطينا بلاش بعد ما فيها مجال لا طيبه مو بس هذه كلها وداعتك لا طيبه جزاكم الله خير الله يسعدك قصالك والله بالسوق هنا هذا الشغل مو هواي من الثمانينات هواي اي مو هواي من الثمانينات اي نعم صار لك فوق 30 سنه اي بس انا من كنت داوم بدايره تشتغل بالنقل بالمصلحه بالركاب اها اي طباخ كنت طباخ زين اي كانت المصلحة يلا بالعربية اي كانت بالوزيرية الدراجات الدراج والنهضة وهاي كل انا داير هاي المكان خدمتي بيها 27 سنة وست اشهر زين شلون كان عملكم بالله شلون؟ قبل طباخ يعني احنا مناوبين مثلا 10 الصبح و10 العصر ليلي ومصلحة هاي تستمر اي يطبخون الماء نطبخ للجبات جبات والسواقي هاي اي شفت شلون وهاي بعد هاي الشغلة شو اشوفها حلوة وقاعد وهاي الناس هذا الطيبه الخير قاعد تقعد يمي لا تقعد بالشارع. جزاه الله خير. اي. انت مثل عمنا مثل ابونا. الحمد لله الله يسلمك الله يحفظك. مكانك ان شاء الله موجود. يحفظكم من كل مكروه. الله يعطيك الصحه والعافيه. احنا ان شاء الله نشوفك بخير. لا عم عوف المره هسه عوف حياك الله حياك الله. شلونك حبيبي؟ شو اخبارك؟ يا بعد ان شاء الله زين. الله يسلمك. حواك الله خوي. حبيبي. عشت ايدك تطي يعني تطي مكان حتى يشتغل. اي لين خطيه رجال كبير وتعرف هنا. سوق شلونه وياك بيحكم شلونه والله يعني كلش تعبان السوق تعب من الورق انا صعد الورق السوق تعبان كلش يعني تعب من صعد الورق تعودت الناس هسه ما تعودت على السعر والدولار وصعوده لا هي مو شغله تعودت هي هنا ناس شلون القبان يصعد وينزل مثلا هسه الطماطم اذا صعدت السوق يتعب اذا نزلت السوق عالم تجي هسه هنا صار شلون الميزان عالم تروح وترجع بس السوق تعبان كلش تعب بصوره عامه يتحسن ان شاء الله احنا شنو اللي يحسن السوق هسه الورق اذا نزل لان هسه احنا شغلتنا على الورق مثلا هسه دنا بالدولار هذا كله شغله بالدولار يعني تعبان الى اخر درجه السوق تعبان الى اخر درجه الله يوفقك ان شاء الله تحياتي والسلام لكم اشوفكم بخير ان شاء الله حبيبي عمي حبيبي الله يديمك الله يحفظك هذه الكلمات اللي تحدثوا بها الاخوه قبل قليل وهي واحده من الامور المهمه السلام عليكم شلونك حبيبي شو اخبارك حياك 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 الله تحدثوا بقضيه مهمه انه ترى الوضع العام اللي الان نلاحظه بتفاصيل السلام عليكم شلونك حبيبي عمي شو اخبارك ان شاء الله زين شلون امورك عراقيه هاي مالتنا مو لا مسرودة هاي والله هذا نفس الشيء هذا تركي مالتنا وين مالتنا عدة هني دايمه شلونك مالتنا ماكو ما موجوده جرب سودن ها اخوي ما موجوده مالتنا ذاك باربع الناعم ذاك العراقي ذاك باربع صحيح هذا لا هذا منك ب 600 نبيع ب 750 حتى لا 100 200 هم نعم الله لا نلقاها بنفس الشيء هم 200 دينار الناس تحب الرخص ما لها علم ما عاد العالم شو تجيب لها بعد الرخص حبيبي عمي اي لك سالم السلام عليكم ها عمي الزرع مرحبا الزرع ليش العراق عليه عموله او قطعه وحماله وسيرفس ها عيني كلها والاجنبي يجينا صافي ليش العراق مغشوش والاجنبي يجوا بدون غش يعني هسه بدهم على العراقي طبعا على العراقي الطين هسه حاجه اشتريها ب 500 بالعلوه توصل عليه ب 650 ان شاء
لا تطلع. انا احكي لك الحقيقه. العراقي على عموله، عموله 12% او قطعه او سرقه بالميزان او غش، مستحيل يعطيك بزي مضبوط. يجي الاجنبي حاجه نظيفه ما عليها لا قطعه ولا سرفيس ولا عماله ولا فشيت، بس مجرد تنقلها من العلوه للسوق. ليش هنا الفرق هذا؟ احنا ما عندنا قاع. ارض العراق يسموها ارض الخاصبه، ما تعبان ما ارض فاس فلاح خلاص. اذا سوشمن سوش الدوله ما تدعم الفلاح. الفلاح اذا عنده قاع تقول له تبيع بهذا السعر، اذا ما يزرع تاخذها من يمه. المفروض ليش احنا نعتمد عليه؟ ليش امالنا تروح للخارج؟ ليش؟ حرامات مليارات. رحمة على والديك. اكو شاكر فضلك. انا بموضوع الزراعه، اذا اردنا نسولف عن موضوع الزراعه فموضوعها شائك، وموضوع اعتقد انه صارت به ايضا هواي مشاكل، لانه بصراحه تروح للفلاح تشوف الفلاح انه يقول لك يا ترى لا مدعوم ولا سلام عليك، لا جايني دعم وحتى اقدر اشتغل، ولا جايني فرصه موفرين لي حتى يعني اقدر اشوف وضعي وحالي، وبالتالي تصير هذه المشاكل اللي موجوده الان، سواء المواد الغذائيه والمخضر وغيره، فبالتالي هذا يسبب لنا مشكله، لانه السوق ما مستقر، واصل الى مرحله انه بصراحه صعوبه، لانه انت بهذا الظرف تحديدا، بظرف انه صعب. هذه اللقطات. حبيبي شوف شغلك الله يخليك، شوف باب رزقك. هسه مرافقنا ما تقول ايش تريد. هذه الصور اللي تلاحظونها الان، وهذا مشكلة الفكر اللي موجود الان، ان الاطفال اللي يشتغلون. السلام عليكم. شلونك يا حبيبي؟ شو اخبارك؟ ان شاء الله زين. هلا بالطيب. شلون امورك؟ الحمد لله بخير. ان شاء الله. تحت رحمته. الله يديمك، نفس الشغله ونفس المكان. عاش سوى الحمد لله والشكر. الحمد لله والشكر. شلون رزقك؟ الحمد لله على الله. الحمد لله الحمد ربنا وشكره. الحمد لله على كل حال. الحمد لله. شلون السوق اليوم وياك؟ والله سويف خلف. سويف خلف؟ ايه. الناس ما تعرف سويف خلف، انا اعرفه بس انت تعرفه. سويف خلف هذا لا فات لا هو الهادبي ولا هو الكاظبي. ايه. هو يسمونه ايه. يقول كواكه، بس احنا ما حتى ما تباشر خير في الحكومه الجديده. لا يا ابي. والله العظيم يعني هم نفس الوجوه، نفس هاي ونفس الاحزاب. زين شنو الحل؟ شلون نطلع من هاي الازمه؟ والله ماكو اي حل. المستقيل اللي شفناه مستقيل هم يخاف بعد هم يطلع حرامه. احنا ما نقدر نتهمهم هسه. لا تا هو سموهم على وجوههم. اي. لنا ينضح ما فيه. شنو؟ لنا ينضح ما فيه، يعني البشر كله على شاكلته. ليله ويوم هو فقر، كان يشتغل دواره بالخبز واليابس، طقاله جاب له بس دعايه انتخابيه 300 مليون 400 مليون، منين جاب؟ الا حزب داعمه. هذا من هسه حاد السنوات. اي. منتج للصحه، قال استلم وزاره الصحه بس براسيتول يعطيك غبره. لا الباقي من برا كله. والشغله الثانيه اهل الامراض المزمله. الامراض المزمله اشتري من برا علاجك، تروح عندك عمليه بالمستشفى ما يسوونها باي طريقه. قبل كان اكو دفتر يعطونهم دفتر يجي شهريا. هسه الدفتر موجود هو مو ما موجود، بس تروح للمن العياده يقول لك ماكو هذا العلاج. هسه عندنا ابني ديباكين ما يعطونه علاج. تروح للعياده يقول لك صار سنه سويت دفتر ماكو اي علاج مال الامراض المزمله. يعني هسه ما تستلم انت حصه؟ ما استلم حاليا ابد. لا يا ابد. والله العظيم صار تستلم ايش قد؟ اول ما سويته تشتري بفلوس من صعد. أيوة. سويت دفتر. اعطوني دفعه واحده وانه كل ما اروح لهم قال والله بعد ما جاي. قال على السنه الجديده، اجت السنه الجديده وخلصت وماكو. وهاي مو بس انا. انت لازم تشتري العلاج، هذا الموضوع ما بي يعني ما بي لا ينتظر ولا تروح المستشفى ابن الارض المزمنه تراوي للدكتور الخاص بي. ها شكو كل شيء ماكو، قال روح توكل بالله. تروح العياده 150 200 الف بس الفحوصات والهاي. اي صح. يابا اكو بالمستشفى دكتور ليش ما تسوي لي هاي؟ قال لا احنا على الخاص احسن. تروح للمستشفيات نفس الشيء، عندك عمليه حاله طارئه ما يستقبلها.
ابد ما يستقبلها، يقول لك روح على الخاص. يابا ليش ثلاث اشهر اربع زين يموت البشر يموت احد ما سوى له عمليه؟ قال هاي لابو العيون لابو الباطنيه لابو الكسور. هسه عنده ابسط شيء عمره 12 سنه وده تحاليل عنده فتح قريح. هذا الدكتور قال لي مو هسه عندك سرة ثلاث اشهر اربع اشهر يلا ابدا بالعمليه وما اقدر اسوي لك هسه. يابا العلاج مال هذا على الخاص يصير؟ على الخاص يصير على الخاص ب 500 باكر يطبب لك اياه. زين قلت لهم 500 ما عاد الدكتوره. قالت مشكلتك هاي. والله العظيم يقول لك هو مشكلتك يعني. اي عمليه اي سالفه يعني احنا ايش تبشر بعد خير. جبناها من ذاك الزمان لهالزمان من معه صدام لحد ذول المناعيل كلهم. ما صار براسنا خير ولا تقدمنا خطوه لقدام قاعد تتراجع. كل ما تجي العراق يتراجع. يتراجع لان عام النظافه العام النظافه خطيه هذا 150 الف يطونه. يطب المجال يعطونه 150 الف دينار. يعني لا اعطيه هو المسؤول اي واحد مو مسؤول اعطيه يوميه تبنى يرضى بيهن؟ والله ما يرضى بيهن. هو يحسبون حتى العطله يحسبونها علي. زين مين خالد التوفل عمل على الشباب تشتغل القاعده. احنا نشتغل. قصالك انت بالسوق تشتغل. هاي صار له والله هي من التسعينات احنا نشتغل بالسوق. بس يوم على يوم يسوى الحال. ليش؟ البطاله قاعد تزيد. والشغله بدل ما يفتحها واحد يفتحونها خمسه. يجونكم هسه هنا يدورون شغل؟ اي والله هاي كلها. كلها دور شغل. قبل اكو شغل شلون متوفر مثل هاي الحاجه تجيبها تمشي هسه الحاجه صعدت والناس معتها نفس السعر هسه هاي صعدت مثل 300 دينار حاجه نفس السعر تبيعها ب 1000 ونص غلط بمن؟ بالحكومه. اقول حسب الله ونعم. شاكر فضله. ما الله ودك حسب ونعم. الله على الوكيل. الله يعطيك الصحه والعافيه. الله كريم. دولاري طبعا هو الدولار واحد من المشاكل اللي صارت. تحياتي حبيبي تحياتي الله يبارك فيك ويسلمك. الدولار وما ادراك ما الدولار لان الدولار هو اللي وصل الناس لهذا المستوى هذه المرحله هو اللي وصل الناس لهذا المستوى انه ملت الناس حتى طلعت من طورها بصراحه لان الحاله صعبه والحاله الان صعبه بسبب هذا الوضع المأساوي نقدر نسميه وضع مأساوي لانه انت بحاله من الحالات إذا تلتفت وتركز بمنجزات الحكومات المتعاقبة خلال فترة من 2003 لغاية اليوم هسه واحد يقول لي لا والله تشجع لا أنا ما أشجع بس أنا أريد أقارن بطريقة علمية بطريقة فكرية حتى تقدر توصل تقدر توصل إلى حل. من 2003 قبل 2003 كانت الناس عايشة بس بضيم عايشة بحصار وعايشة بمأساة وهدام الملعون أخذ ما أخذ من الناس بس هسه أنتم بهذه تصرفاتكم من 2003 لغاية اليوم خليتوا الناس تتندم على ذاك الوقت تتندم على ذاك الوقت وتترحم لذاك الزمن وهي هاي الكارثة والطامة الكبرى اللي اجيتونا بيها وغيرتوا حال الناس من أسوأ إلى أسوأ. المنطق والعقل تركتوه على جانب، اللي يفكر تركتوه على جانب. اللي عنده رؤية اللي يفيد بيها بلده ويفيد بيها ناسه انقتل وتهجر. واللي عنده إمكانية علمية ما خليتوه له مكان بالدولة. حاربتوه. وصلتوا المرحلة وصلتوا الناس إلى مرحلة والمستوى ما ممكن أحد يتقبله. شنو إحنا يعني مثلا أكو دول أحسن من يمنا؟ طبيعي لا. بثرواتنا بعقولنا بالكفاءات اللي موجودة اللي عندنا بمهندسينا اللي بنوا إسبانيا وبنوا الخليج وبنوا باريس وبنوها عراقيين ترى للعلم يعني. الصين ترى من اللي بناها؟ انبنت على يد عراقيين. هذه الصين اللي هي تعتبر الان طفره نوعيه بالتاريخ الانتاجي. رجعوا للقصص ورجعوا للكتب، شوفوا من اللي كان بالصين ومن اللي اشتغل على الاقتصاد. عالم اقتصاد عراقي. هو اللي خلى سلسله افكاره بيد الحكومه وقعد وياهم قال لهم انا اللي افكر لو ما يصير تفكير. وانطوه صلاحيات كاملة برئاسة جمهورية انطوه
وبالتالي اكيد اكيد صارت الحاله وصار الصين وصارت الدول تقدمت واحنا للاسف بتراجع، وهذا التراجع ما يبشر بخير لانه مأساة للاسف. عموما السلام عليكم، شلونك حبيبي؟ شو اخبارك؟ ان شاء الله زين. مشي مشي الاخ، شلونكم؟ زينين؟ شلون الاسعار اليوم؟ والله نعمه خير من الله. الاسعار والله رخيصه عمي. اي والله نعمات دمشق، نعمات ما دولمه. اي ما دولمه يا غالي. الله يخليك. ابو علاوي اسعارك يعني رخيصه مناسبه؟ اي مناسبه. العراق مناسب ولا المستورد مناسب؟ والله المستورد. اي العراقي يعني انتهى هسه خلص، بس الايراني موجود هسه الايراني. ايه ما عندك هسه عراقي؟ ماكو عراقي، بس انا اقول لك عراقي الاسود الخيار وتيته، بس الطماطم ايرانيه. ايش قد الكيلو؟ يعني اسعار الخيار غالي بلف نبيعه منك ب 750. اي البوتيته ب 500 نبيعها ب 750. اي الاسود مثلا بربع نبيعه ب 500. اي اليوم بيش الطماطم بالعلوه اليوم 500 نبيعها ب 750. اي عراقيه ماكو بعد؟ عراقيه ماكو، انا يعني تعبانه عراقيه. اي يعني الفلاح خليه يلم شويلاته ويقعد بعد. اه عافيه. اي هم ما يزرعون، ما يزرعون عراق عمي، ما يزرعون. يزرعون يزرعون ويذبون. ما شفت الكيات انت اللي قلبت بالشارع الطماطم؟ ها شفت الرقي من قل؟ هذا ايراني قلبه في الشارع. اي والله هاي بالبراد تقلبوهن. عراقيين فلاحين، انا التقيت بيهم فلاح عراقي قال عمي ما طلع ال 100,000 هي وسيارتها وكلها وحمولتها. الصندوق ب 1000 ونص 30 كيلو. اي هسه وين العراقي؟ يلا وين العراقي؟ العراقي وينه؟ قل لي العراقي وينه؟ وين زار العراقي؟ ليش ما يزرعون طماطم؟ ليش الايراني من بدايه الصيف نهايته موجود ايراني؟ حتى بالشتاء ايراني. يعني وين بس الايراني يزرعون؟ والله عجيبه يا اخي. وش وقت ما تروح موجود ايراني؟ شو وقت ما تروح؟ ثلاث اربع عني. شو وقت ما تروح تلقى ايران موجود؟ شنو هاي؟ زين يزرعون احسن. وسعره معروف مو؟ سعره معروف ورخيص. وزين هم يعني صافي مو عموله، العراقيين يقولون عموله. هم الايراني صافي، يعني بس قطعه. العراقيين اغلى. يدقون علينا. ليش هاي مالك؟ سلام لك يا طيب، الله يديمك، حبيب علاوي، الله يبارك فيك ويسلمك. هذه وحده ايضا من الامور السلام عليك. وحده من الامور اللي يتحدث بها ابو علي. ابو علي يقول يعني انا حكيت وياه قلت له الفلاح العراقي اللي مشويلاته بعد يعني ما بيها مجال. لان الفلاح العراقي من تسولف وياه يقول لك انا ما حد داعمني. ما حد داعم، ما حد واقف وياي، ما حد مساندني. ومن نزرع يدخلون المستورد علينا ويخلون الزرع مكوم، الزرع العراقي، والمستورد ماشي. تجي للمواطن تشوفه يقول لك يابا ترى والله المستورد انظف. تجي للبقال المستورد انظف يقول لك ما اخسر بيه، ما اتعب بيه هوايه. ما اخسر بيه فلوس وانطي. ويطلع لي ارخص بالاخير وبعدين ماشي بالسوق. وبالتالي هذه ايضا واحده من الامور اللي بصراحه شويه لازم نسولف فيها، لانه القضيه ما اصبحت بهذا الشكل صعوبه، لانه بهذا الشكل وبهذا المنطق تحسها بها صعوبه، لانه للاسف انه واصل مرحله لهذا المستوى اللي الان نسولف فيه. واقع حال واقع حال موجود، واقع حال ميداني، واقع حال مدروس ميدانيا. ونشوف الحالة اللي جاي تمر. وبالتالي كل الصور اللي تلاحظوها، كل اللقطات اللي تلاحظوها، كل اللي تشاهدوه هو هذا واقع الحال المواطن العراقي اللي يعيش يوم بيومه ويعيش بتفاصيل حياته اليوميه. هو بهذا الجانب تحديدا، هذا الجانب هو اللي تعيش به مواطنينا الاحبه واللي يعيش به مواطننا الحبيب.
بشكل او باخر. السلام عليكم، شلون اخوي؟ قواك الله. هو حلو. من عافيتك. الله يحفظك. ان شاء الله زين. الله يوفقك. شلون الامور؟ شلونكم؟ الله يحفظك. اذا انتم بخير وسالمين نعمه. والله بخير، شلونكم انتم؟ وضع يمك، شلون السوق اليوم؟ احنا على السوق نسولف، على السياسه نطب قبل. تريد تطب السياسه بعد بكيفك؟ السياسه اقول للسياسيين اللي بالعراق خلي يبطلون ويعطونها لاخواننا السنه، لان هم احسن من عندنا، احنا كل شيء ما نفتهم وكل شيء ما نعرف. شوفوا المناطق السنيه وين صارت واحنا وين صرنا. خلي يبطلون عمي. ايوه اي والله، خلي بطلون. ولا حد ينتخب العراقيين، لان كلها كلاوات نفسهم، هم نفسهم وراح يرجعون علينا. واحد اثنين ثلاث ثمان شخصيات بالعراق تطلع من العراق، العراق يرتاح. واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه معروفين عند العالم، دمروا العراق، دمروا الدنيا كلها. رحمة لوالديك، سووا بينا، خلونك ايش ما نبتين. هذا الحكي مالتك الناس تزعل عليه، تدري شلون؟ اول الناس على انتخابات وتطلع انت تقول لهم لا تنتخبون ولا تغير، كان شيء غير، شلون نغير؟ غير شلون نغير؟ نغير بثوره مال 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 شواكيش وعروس. مو طلعت الوادي متكتل؟ لا لا ما تتكتل، والله لو كل الشعب يقوم هذول المستفادين يطلعون ويا العالم كل شيء انتهى، هذول ما يصير لهم كل شارع الا شاكوش على روسهم. ابد هاي الحكومه وتروح وتجي غيرها ونفس الشيء، اذا مو ثوره شلون تقب العالم كلها بتقب؟ ما تصير لك كل شهر. ابو كاظم. كاظم رحم لوالديك، ارد اسالك بس هذا السؤال. الناس طلعت مظاهرات وطلعت العراقيين طلعوا كلهم، طلعوا عفويه وتظاهروا زين وتكتلت الناس، وش حصلنا؟ وشو حصل؟ اسم ننتخب. شو رايتي؟ شنو رايي؟ راي العراق كله يقوم. اول واحد يجيبوننا واحد شريف، والشريف هذا معروف هسه، هذا عندنا شخصيات مرموقه مثل عبد الواحد السعدي، هذا ابو شو اسمه، هو هذا يكون يقوم عليهم يفسخهم وتفسخ، بس ما يخلوه عني. هذول كلهم حراميه رجعوا للسلطه، والله كلهم حراميه، ما بيهم واحد يدق لي شنو سوينا. يلا فلان وفلان وفلان، احنا ما نعدد عاد، بس قل لي ايش سوينا. هذول اللي اسمه هاي نفس الشيء، ذاك نفس الشيء، كله نفس الشيء. شاسر راح نغير، يبقون نفسهم الرموز السبعه ثمانيه نايمين على قلوبنا، وهذول يجون خذ مالاته وراح، خذ مالاته وراح، وانتهى البلي. ونفس الشيء كل شيء ما يصير. عالم وين صارت؟ هو هسه احنا بالطوبه ما فالحين، بكل شيء ما فالحين، بالرياضه ما فالحين، كل شيء ما في الاحلى. هاي جونا دمرونا الدمر، الله وكيلك. تحياتي وسلام لك، والله يكون بالعون. ابو كاظم يعني انطانا ملخص، انطانا القضيه هي اللي هذا الان اللي ماشي، يعني هو هذا اللي يسولف فيه اليوم بالمنطق بالعقل، هذا اللي يسولف فيه. شغلة الثورة وغيرها، هسه ابو كاظم هو حكانا عن الثورة واللي الناس طلعت، بس يقول اذا ما طلع المستفاد، المستفاد من هو؟ المستفاد الموظف، المستفاد اللي عنده ظهر، هذا المستفاد اللي ينقصده، هذا اللي همه بس جيبه، همه بس جيبه ومالاته، وبالتالي هذا لو ما ادري ايش يصير ما راح يتغير لانه مستفاد. وهي القضية صارت بيها الاستفادة أكثر ما بيها وطنية وبيها للمستقبل وجيل مستقبل جاي، وهذا ما حد يفكر بالمستقبل، لأنه لو فكرنا بالمستقبل ما وصلنا لهذا الحال، لأنه لا تخطيط ولا وزارة تشتغل ولا وزارة تخطيط تشتغل، ولا هو العقل الآن ظل يفكر ملتهين شلون ناكل وش نشرب وتبلط الشارع لولا هن ذن غير هذن، ما عدنا غير. وهذا رسالة ودعوة، إذا تريد تنتخب تشوفه مناسب توكل انتخبه، بس خلي ببالك رئيس الكتلة ورئيس القائمة هو اللي راح يتحكم، أبو الفليسات هو اللي راح يتحكم، حتى وإن كنت مستقل فليساتك منين اجن هو اللي يتحكم. تقبلوا تحياتي أنا أحمد ركاب والزملاء اللي رافقون اليوم، المصور علي فلاح ومساعد المصور عمر. شوفكم باكر بخير وسلامة، واحد من الناس يوميا على زاك روستي في الساعة 9 الصبح، والإعادة الساعة بالأربع العصر والساعة 12 بعد منتصف الليل. إلى اللقاء.